بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. نبدأ برسالة الأخ أحمد عبد الله من الرياض، يقول الشيخ: ما الأسباب المعينة في وقتنا الحاضر على الثبات على الدين في ظل الفتن التي تموج بالأمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الأسباب التي تسبب الثبات على الدين: أولا تعلم العلم النافع، تعلم العقيدة ووصول العقيدة، ثم الاطلاع على أحاديث الفتن وما يجري في آخر الزمان وما يجب على الإنسان عندها، ثم الابتعاد عن الفتن، ابتعاد عن مواطن الفتن وأهل الفتن، والحذر من المروجين لها والدعاة إليها، دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعهم قذفوه فيها. ثم الدعاء، وهذا أهم شيء، الدعاء، دعاء الله عز وجل أن يثبت المسلم، ويكثر من الدعاء بالثبات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يوسف عليه السلام لما دعا ربه في آخر عمره قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيكثر من الدعاء ويجالس أهل العلم والبصيرة وأهل الخير، ويبتعد عن وسائل الفتنة، يبتعد عنها ولا ينظر فيها لأنها تجلب له الشر. كذلك لا يستمع للقنوات التي تدعو إلى الفتن ويلقي فيها أهل الشر شبهاتهم وتضليلاتهم، تحفظ من هذه الأمور. فإذا عمل الإنسان بهذه الأمور فإن الله جل وعلا يعصمه من الفتن لأنه عمل الأسباب، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. تقول السائلة: دخلت أمي المستشفى شهر كاملا وكانت في غيبوبة ولم تصلي، ونسأل الشيخ صالح هل عليها كفارة لمن يموت وهو عليه هذا الشهر الذي دخلت فيه إلى المستشفى، وما هي الكفارة، وهل نجوز أن نصلي عنها؟ إذا غاب العقل بإغماء أو بإصابة فقد العقل والتفكير فلا صلاة عليه ولا تصلى عنه الصلاة، الصلاة لا تدخلها النيابة. إذا فقد العقل إنه لا تجب عليه الصلاة. نعم. هذا السائل يقول: عندي مسألة في الطهارة، وهو فضلات الأغنام، هل تؤثر على طهارة الملابس وطهارة الجسم، أم يجوز للمرء أن يصلي وإن أصابه شيء من ذلك؟ كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، كل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم فبوله وروثه ولعابه طاهر والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، في مرابض الغنم، مع أنها تبول فيها، مع هذا أذن بالصلاة في مرابض الغنم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لي: أخي يتلو القرآن لكن بصورة غير سليمة، أردد عليه كثيرا أو أكثر من مرة ولكنه لا تستقيم هذه القراءة، فبماذا توجهوننا والحال ما ذكر؟ إن كان يستطيع تقويم القراءة
التعلم يجب عليه ذلك ليقرأ القرآن بصفة سليمة. أما إذا كان لا يقدر على تعديل قراءته إنه يقرأ على حسب حاله ولا يترك تلاوة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. يقول: أرجو أن تفسروا الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، ألا إن أولياء الله، هذا فيه التنبيه، ألا أداة تنبيه، إن أولياء الله هذا تأكيد، إن حرف توكيد ونصب، وأولياء الله هم أحبابه الذين يحبهم ويحبونه من الولاية وهي المحبة، والذين قاموا بطاعة الله عز وجل تركوا محارم الله، هؤلاء لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما يتركون من الدنيا إذا توفوا، ولهم أموال ولهم أولاد لا يحزنون عليها. ثم بين من هم أولياء الله: ما كل من ادعى الولاية أو ادعيت له يكون وليا لله، بل هناك من هم أولياء للشيطان، هناك أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعني في من يدعى أنه ولي لله وهو عدو لله، والفارق كما بينه الله جل وعلا، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله جل وعلا، ومن فقد الصفتين أو إحداهما فهو ولي للشيطان وليس وليا لله عز وجل. والولاية تتفاوت، فالمؤمن ولي لله، المؤمن التقي ولي لله بحسب إيمانه وتقوى، قد تكون الولاية تامة وقد تكون الولاية ناقصة، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله بحسب إيمانه وتقواه. نعم. الأخت سلمى تقول: ما صحة قراءة سورة الفاتحة 100 مرة وذلك لتلبية وقضاء الحوائج، هل هذا وارد؟ لا أعلم أن هذا وارد ولم أطلع عليه. الحوائج لها الدعاء، تدعو الله جل وعلا بقضاء حاجتك وتيسيرها، والله قريب مجيب. آية الفاتحة إنما تقرأ في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وتقرأ أيضا للرقية من المرض، فهي رقية وفيها شفاء بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة أم محمد: أنا مدرسة وأقوم بجمع رواتبي كل سنة في المصرف وأجمعها ويكتمل عليها الحول، هل أزكيها أم أخليها للسنة المقبلة؟ لا، إذا تم الحول فإنها تزكي رصيدها، يعني تخرج منه ربع العشر كل سنة، هكذا يزكي الرصيد بإخراج ربع العشر منه على رأس كل حول إذا بلغ نصابا فأكثر. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هو الخطر المترتب على الابتداع في الدين؟ آمل من فضيلتكم التوجيه. الخطر المترتب على الابتداع في الدين الإثم العظيم، وأن الله لا يقبل منه عمله المبتدع فيكون تعبا بلا فائدة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبل مهما أجهد نفسه وأتعب نفسه فيه، ما دام أنه بدعة فهو ضلال ومردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ولو لم يحدث هو هذا الشيء وإنما أحدثه غيره، فإذا عمل بالبدعة فإن الله يردها عليه ولا يقبلها وليس له فيها أجر. نعم. هذه سائلة تقول: شيخ، أختي حامل ولديها بنت وعمرها 1 سنة و3 أشهر ولا تزال تقوم بإرضاعها، فهل يضر بالمولود الجديد وهل يخاف من الضرر بالمولود مع تغير الهرمونات؟ هذه مسألة طبية تراجع الطبيب، والحمد لله اليوم الحليب متوفر، الحليب متوفر، الحليب المغذي، تراجع الأطباء ويصفون لها الحليب المناسب لطفلها ويكتشفون إذا
كان في حليبها ضرر على الطفل. نعم. يقول السائل: كم مدة المسح على الخفين من الأيام؟ وإذا كان الإنسان يرعى في البر عنده أغنام، كيف يتعامل مع ذلك؟ المقيم يمسح يوم وليلة 24 ساعة، تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، أول مسحة بعد الحدث الذي يلي لبس الخفين إلى 24 ساعة، هذا للمقيم. وأما المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليها كما جاء في الحديث، 3 أيام بلياليها. والذي يرعى الغنم هذا في حكم المقيم، إذا كان قريبا من البلد فهو في حكم المقيم يمسح يوم وليلة. ما إذا كان بعيدا عن بلده مسافة قصر فأكثر فإنه يمسح مسح المسافر. نعم. يقول السائل: أنا من الحريصين على الصلاة على الجنائز في المسجد القريب من منزلنا، ولكن فضيلة الشيخ قد تفوتني ركعة أو أكثر في بعض الأحيان عند صلاتنا على الجنازة، فكيف أعمل؟ نعم، تصلي ما أدركت، تصلي على الجنازة ما أدركت مع الإمام، فإذا سلم فإنك تكمل التكبيرات الباقية عليك ثم تسلم. نعم. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، كنت قد اقترضت من زميل لي مبلغا من المال وحال عليه الحول، وما زال المبلغ معي ولم أرده نظرا لإعساري، كيف نؤدي هذا الدين؟ هل هي علي أم على الذي أقرضني؟ زكاة المبلغ على الذي أقرضك، على صاحبه الذي يملكه، اللي هو الدائن، يزكيه. وأنت إذا كان بيدك منه شيء وحال عليه الحول ويبلغ النصاب أو مع الدراهم التي عندك تزكيه أيضا، كل يزكي ملكه، فالدائن والمقرض يزكي ملكه، لأن في ذمتك له مال، لأن في ذمتك له مالا أقرضك إياه فهو يملكه فيزكيه، وأما أنت فتزكي ما بيدك مما يبلغ النصاب من النقود. تقول السائلة أم أحمد بأنها ذهبت للعمرة وعمرها في ذلك الوقت 14 سنة، وقد جاءتها الدورة ولم تخبر الأهل لجهلها ولحيائها، وأكملت العمرة ورجعوا إلى منزلهم في أبها. هذا خطأ كبير، لا يصح الطواف، طواف العمرة لا يصح إلا وهي على طهارة، إذا كانت طافت وهي حائض فطوافها غير صحيح، وبالتالي تكون عمرتها غير صحيحة وهي باقية في إحرامها، إلا إن كانت اعتمرت بعدها، إن كانت اعتمرت بعدها فهي تقوم مقام العمرة التي حصل فيها الخلل. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم اقتناء وبيع الحيوانات المحنطة عزكم الله مثل الكلب والسباع وغيرها؟ لا يجوز بيع الجيف، جيف نجسة ولا يجوز بيعها ولا الاحتفاظ بها، وهذا العمل، هذا العمل مرفوض من ناحية الحكم الشرعي، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الأخ أبو عبد الله يقول: حدثونا يا شيخ عن مسؤولية إمام المسجد والأمور المناطة به تجاه المسجد وتجاه جماعته. عليه واجب عظيم، أولا أن يحضر ولا يتغيب إلا لعذر شرعي ويوكل من يصلي عنه، أما إذا تغيب لأجل الكسل أو لأجل الإهمال وعدم المبالاة هذا حرام عليه، أنه يلتزم بالإمامة ويأخذ ما عليها من مكافأة ثم يهملها من غير عذر، هذا حرام عليه، وما يأخذه في مقابل ذلك لا يحل له، لأنه لم يقم بالعمل من غير عذر منعه من ذلك، وهذا يتلاعب فيه بعض الأئمة، يأخذون المساجد ويهملونها ولا يحضر إلا في الأسبوع مرة أو مرتين ولا يبالي بمسؤولية المسجد، الإمام ضامن كما في الحديث، هي مسؤولية إذا قام بها على الوجه المشروع فله أجر عظيم، وإذا أهملها فهو مسؤول عن إهماله أمام الله سبحانه وتعالى، على أئمة المساجد أن يتنبهوا لذلك، لأن بعضهم لا يهمه حضر أو ما حضر، وأيضا يتكاسل ربما لا يصلي مع الجماعة ينام خصوصا عن صلاة الفجر، هذا إهمال عظيم لا يجوز هذا، هذه الظاهرة تكون في المساجد ويقتدي به الناس يتكاسلون ويترك الواجب عليه، هذا لا يجوز.
أيضا يجب على المسؤولين عن المساجد أن يراقبوا هذا الوضع وأن يضبطوا هؤلاء الأئمة، فمن لم يقم بالعمل أبعدوه وأحلوا محله من يقوم بالعمل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: من دخل المسجد لصلاة الفجر ووجد أن الصلاة قيمت، فكيف يقضي سنة الفجر؟ هل بعد الانتهاء من الفريضة، وهل يصليها في وقت الضحى؟ مخير، إن شاء صلىها بعد الفجر، وإن شاء أجلها إلى ارتفاع الشمس، هو مخير في هذا ويتبع الأسهل عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا أتردد على مكة وأحيانا لا أعدي العمرة، وإذا تجاوزت الميقات بدون إحرام لتخليص عملي، هل العمرة تكون واجبة علي؟ لا، ليست واجبة عليك. إذا كنت تذهب إلى مكة لعمل، فإن شئت أن تأخذ العمرة تحصل على الأجر، فإنك تحرم من الميقات الذي تمر به وتؤدي العمرة وتذهب إلى عملك، وهذا فيه أجر عظيم. وإذا كان هذا يشق عليك أو يثقل عليك أو ليس عندك وقت يتسع للعمل وللعمرة، فلا بأس أن تتجاوز إلى مكة بدون إحرام. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ: ما حكم التأخير في توزيع التركة؟ فقد مات والدنا وكان الوصي أخونا الكبير، وحتى الآن مضى أكثر من سنتين وهو لم يوزع هذه التركة. هذا تراجعون المحكمة فيه، والقاضي ينظر في هذا التأخير وما سببه. نعم. تقول السائلة: أنا ميسورة الحال ومدرسة، وابن أخي طالب ويريد الزواج، هل أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كان محتاجا إلى الزواج ولا يستطيع تكاليف الزواج فأعينيه من الزكاة، لا بأس بذلك. نعم. أبو عبد الرحمن يقول: إذا أحدث المغسل أثناء غسله للجنابة حدثا أصغر، فهل يلزمه أن يتوضأ بعد إتمام الغسل أم يكتفي بإتمام الغسل فقط؟ لا دخل للغسل في أن يكون على طهارة، أن يكون الغاسل على طهارة، لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الدعاء المأثور عندما يفقد الإنسان شيء من ماله أو بضاعته؟ ما هو الدعاء الذي يردده كي يعثر عليه؟ لا أعرف دعاء معين، ولكن يدعو الله أن يرد عليه ماله، أن يحفظه له، يدعو الله، ولا أعرف دعاء معين لهذا، دعاء واسع والحمد لله. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وسجل هذا اللقاء زميلي مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.